السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في الدرس الرابع والثمانين مع كلمة جديدة وجميلة ومهمة جدا، كلمة big. big سوف نتعلم استخدامات هذه الكلمة في جمل وأهم المرادفات فقط في دقيقتان. ركز معي جيدا حتى نحقق أكبر كمية تحفظ من المعلومات، لذا ركز معي من الآن. اضغط على الإعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة حين نشرها. أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في التعليق. هيا لنبدأ. big big تأتي بمعنى كبير، ضخم أو هام. big big نأخذ المثال الأول على كلمة big. that would be a big help. that would be a big help. سيكون ذلك مساعدة كبيرة. كرر معي هذه العبارة 5 مرات باللفظ الصحيح حتى تتقنها بشكل جيد. That would be a big help. That would be a big help. That would be a big help. نأخذ المثال الثاني. Look at those big blue eyes. انظر إلى هذه العيون الكبيرة الزرقاء الكبيرة. Look at those big blue eyes and that beautiful red hair. And that beautiful red hair. Look at those big blue eyes and that beautiful red hair. أهم مرادفات كلمة big هي large, large, major, major, كبير أيضا. Huge, huge, ضخم. And significant, significant, significant. هام, هام أو ضروري. Significant. إذا الآن حاول أن تكتب جملة مستخدما كلمة big فيها. استخدم كلمة big في جملة واكتبها أسفل هذا التعليق حتى يستفاد منها الآخرون أيضا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على المتابعة، استمروا بالمثابرة وتعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرونا في الحلقة القادمة 85 كلمة بيت. سوف نشرحها بالتفصيل، انتظرونا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.